مات ايوب عسيله parmi les disparus اللي باقي ما شناش هما اللي داس اللي حمشاو وماتهم راهم مقروفين وعائلتهم كما هضرتو قبيله على الخدمه الشباب زعما كيمشيو الشباب راه تتكون الخدمه بنتي ماشي ما تتكونش ولكن غادي الباترون تيقول لي 20000 ريال شي تنسمعوا من الشباب قال لي 20000 ريال غنمشي الشهر ولكن باش ندخل لهاد البلاصه خاصني 20000 ريال تاع 20 اللي غنمشي الشهر سلبتها وعطيتها ديال نسيت سويت تي بروبليم بحال هكا واحد المره تتكون انا ماشي ما تنقولش بنتي المغرب راه شوي مغربنا ما شاء الله عليه ولكن هاد الناس كبار القبيله هادو اللي واكلين وتياكلوا من ظهر الفقراء حرام عليهم راه شواو عائلات شواو عائلات بنتي حنا والو ماشي ولادنا ولا خوتنا وهاد الناس اللي كاينين وما تنعرفهمش ولكن راني ام راني جده فهمتي ما يقرحوهمش بنتي ما طالبو حتى شي حاجه هاد كبار القبيله اللي سكو جابالو جوردي سو سون دي فيروس ها يفو لي بيكي الاعدام سمعتي ولا الابد حيت هاد لي فيروس تيولدو فيروسات اخرين ايماجينتي يا 2500 كل واحد اللي باعت مسكينه بقعه ديال الارض ها جاتها ورت وديرها على وقت الزمان حتى لا با دو ريتريت ياكي ما كايناش ها ولاد بليج ديرها على وقت الزمان ها والولد تيقول لها امي راه ما عندي باش نوكل الوليدات امي عندي وليدات امي كندير وهي ما عندهاش من تعطيه هي اصلا ما عندهاش من تعطيه ها ولا باقا مع والديها باقي مع والديه وبنات شابات تبارك الله اللي باقيين ابناء قد ولاد ولدي انايا سمعتي وتيشاركوا اليوم في هذا الشيء هما شباب انتم الحجاج ما عرفتهمش علاش حجوا في مكه ولا حجوا في عكاشه انتم الرجال اللي فوزابيل الحجاج راعيوا لهاد الدراري الا ولادكم تيروا لي بلي كات كات طواب لهم مصوبين والفيزا تتعطى لهم فاسيل تجيو مثلا الدار والبيرميه تيجيو من الدار حاولوا على هاد الشباب مساك راه عالم بهم على الله ها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي لو كان الفقر رجلا لقتلته الفقر تيؤدي لبزاف ديال الحوايج راه ما تيعقل هو على والو ولا غادي نموت ولا نخلي امي ولا والو الهدف ديالي غادي نمشي لوروب غادي نجيب الله يرضي عليهم هاد الناس ها الله يرضي عليهم واخا راني ظريفه تنقول لهم الله يرضي عليهم ها ولكن لا سمح لهم حيت يتموا بزاف ديال العائلات يتموهم سمعتي يا بنتي واليوم هاد الناس الكبار راه ما بغاو والو اللي سمعتي اللي طرا طرا اللي طرا طرا ما عندهم ما غادي تعوض لهم لا مال والو حيت انا اصلا انا بات لي بنتي ولكن مرض من هاد المصيبه هادي كثر كل حاجه كل الموت عندها الدوغري ديالها الدراري غاديين تيحلموا تيضحكوا بعضياتهم غادي لورو اش غادي ندير غادي نجيب وندير لامي انا اصلا هذوك ديال سناتا استواغ اللي غادي نعاود مرضت فيها بنتي انا جي با فانتون سمعتي اللي الدري مشد عليه الصحافي بحالكم نتوما ولادي الشباب اللي قال لي علاش بغيت تغرب هاد الكلمات ما نساهمش كي قال لي بغيت نشري بالغلبه بغيت نشري لامي مش هادشي ما تيدورش هادشي ما دورش القلب راه ماشي القلب ماشي القلب ماشي العين اللي تتشوف راه بعض المرات تنشوفوا بالعين ولكن القلب ما تيغياجي با ها الو هاد الناس راه حسينا بهم هاد الامهات اللي وليداتهم مشاو هاد العيالات اللي مشاو ليهم رجالتهم اللي يلاه ولدوا شباب صغار اللي محتاجين ليهم ومشاو بنتي واليوم بنتي باش ما نطولش عليكم الله يرحم الوالدين السلطات اللي تنحتارموا هاد الشيء يديروا المجهود ما حد الا الدراري باقيين غير هنا شي قنات سمعتي نمشيو نقلبوا عليهم يخرجوا ولو عرجل عايد فهمتي وهاد الامات كانت واحد المراه ملي ما لقاوش ولدها قالت لهم ديروا لي غير عظومه ولو حاشا وجهكم ديال الكلب حاشا ولادي وديروهم في صندوق لي كوج لونتيغ ونديروه في الاخرى وندير عليه السميه فين وصل ليها ها فين وصل ليها القرحه ديال هاد الام الله بارك الله فيكم ابنتي وهاد الناس ياخذوا هذه بدقه ويحسوا بهاد الناس راه عندهم وليدات وعندهم ولاد ولادهم راه الاولاد راه حنا ديما تنقولوا نمشيو قبل وليداتنا ها ولكن الامر ديال الله الامر ديال الله سبحانه وتعالى هادشي باه ربي سبحانه وتعالى ولكن هاد الناس اللي يسمو الا تيخموا لوليداتهم يخموا حتى لوليدات الناس راه تا هما ولدوهم وتا هما تيتمنوهم الشباب صراحه انا ولدي غادي نكون صريحه معك الشباب اذا عندي واحد الكلمه نقول لهم انا ولدي مشيت في السبعينات جاني 17 مشيت لفرنسا 52 راني متقاعده شويه راه دخلت ياك انا كون كانت فرنسا حتى نهضرك على فرنسا ديال السبعينات ما شاء الله كان لقاولي لو بغوتون لو نورمون هذا الميساج تنصيفطو للناس اللي راهم عايشين في فرنسا واش يعرفوا ولا الكورس ولا سمو المهم ولاد بلاد بحال قلنا ولاد زيان ولا قلنا الحريزي ولا قلنا ها هكا هذوك اللي كانوا
اليوم هادوك كانوا ولدي سيحترموا المهاجرين، ماشي ما درناش معاهم ولا درنا، ولكن خدمنا حنا اصلا ملي مشينا انا ما غاداش ولدي باش ندور في فرنسا، لا انا غادا باش نخدم، خليت يلا ما كيبقى خوتي خاصني باش نخدم، ما غاداش باش نمشي ندور في فرنسا، لا باش نخدم. هذه كانت ايميغراسيون، هي هذه كانت الهجره، وخدمنا وكان الخير ولدي. الانسان تنحترموا دوك الناس وتنشكروا داك الشيء اللي درنا معاهم ودرنا حتى للحباب. سنة خيانة فواح ميسي لو جوغ لا نويا بنتي باش نكذب على هاد الشباب. انا ميساج ميساج ومنهم واحد الدري اللي راه وراك، راه ولد خويا ودائما تنعاود ليه، راه هو جوبونس الى 20 وتنعاود ليه تنقول ليه كون كانت انا اوروبا فيها الخير دروك، كون كانت فيها الخير انا كاع الشباب نعيط لكم نتوما وقيلا كنت من الولاد نعيط لكم ونقول لكم الميساج تنسيفط كاع الشباب نقول لهم حرقوا لا كانت عندكم ان كونطرا كي سو بريزونت سيرو. ولكن بنتي باش نهاجر نمشي ناكل الخضره ها ونسكن وداك الشيء على قد الحال، اللهم نبارك في بلادي ناكل الخضره الزينه، ناكل الخضره الزينه سمعتي، ولو ندير غير الجبيضات مع مطيشه مي جو سوي شي موا خلاوري فهمتي، باسكو هي بلو خيانه بلو خيانه كخطي تما. انا الشباب الله يرضي عليكم اولادي اللي راه اولادي وقد اولاد اولادي، راه مونتي فيس راه عنده 20 بارك الله فيكم اولدي الا ما بقاو هنا راه غير 4 مليون 5 مليون نقدروا نعرف شويه بشويه، راه حنا غادي نكون مسبقه ها بشويه او بي و سي وغادي تنحبوا لزاد، ماشي غير توصل لزاد هي الاولى نبداو فيها راه نقدروا نتحطموا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.